جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تم خلال الاتصال تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الازدهار والرفعة والتقدم وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات